اطلع برا اطلع برا انت ويا يلا نور طلعهم هذول اطلع برا برا سام بحاول نبعت له واحد This match is an extreme match. وتبدأ المباراة.
التي لطالما انتظرناها. الصوت وعند الكورنر مرة ثانية. يا سلام عليك ليو حنيان. حنيان جاي بعد ثلاث سنين، بعد ثلاث سنين حنيان. يا شباب عيشوا احلى جماهير يا ماما. يا شباب وين يا الكور؟ اه وين الكور؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله يا بالشباب. قول
وممكن نلاقي شغلات اقوى من هيك نوعا ما. بول حديان وجاي بعد 3 سنين مش حاطط بين عينيه الانتقام، والانتقام القوي جدا. يلا يا جمهور يا جمهور. ضربات وضربة. يلا يا اخوان خلينا نشجع محمد، خلينا نشجع محمد يقوم وماسك. الله قوية قوية قوية. نار يا حبيبنا. ومرة أخرى ومع الله قلنا أن الرب لديه بجعبته المزيد. اسكت ما راح يسكت. ايش في جوا الكيس؟ شو ها؟ يا ساتر يا الله أنا طالع من عندي. مرة ثانية بضربه على راسه وبيضربه والروح ما راح يرضى بهذا الفوز بديلا. عكسه لكن بخاف. مرة ثانية اختيار ذكي للغاية من فوق. فعلا الهروب في مثل هذه المواقف يعد خراب حكيم جدا. الروح متخبي والله اعلم لماذا يخبرنا. اسمع صوت يا شباب. بلاش تحس. اليوم راح ينادي الدفاع المدني يطفي المنظر. نار يا حبيبي نار. نار يا حبيبي نار. الرب الغدار. بكفي نار يا رب. انا مطفيها. احنا بدنا نولع ولا نطفي في الكرسي. مرة ثانية المصور يا الله. يا هنا قول يا صيد من غيبوبته. قول يا صيد من بين الوراق. قول يشعل وجه محمد النور في الضربات المتتالية. بس
يلا يا شباب سمعونا الصوت يا شباب. الله الله وإن رده العظيم راحت عليك يا حبيب الملايين ليس بالتنسي راحت عليك ليس لم تأتي بجواك رصيرة المحكوم راحت عليك طيب جماعه
تغير بشكل كبير. جماعة الوقت روحوا من الأهلي. موجودين جماعة الوقت يا شباب. برجع. أطلع عشان نحقق لهم أحلام. نتمنى للشباب تطلع عشان تكون أفضل. شكرا جزيلا. ومرة ثانية محمد الرب محمد الرب طالع ليلقى حتى ليلقى حتى فوق يعود بعد غياب ثلاث سنوات ليشرح مأساة الانتظار وسابكس مشروع سابكس. أهلا وسهلا يا شباب. شجعوا يا شباب. والله أنا شايف فلسطين شايف ولا هشوا ولا هشوا. تاريخ طبيعية وصراع قديم الأزل ومأساة حقيقية وتثبيت تثبيت يا حكم واحد مين؟ ايلك يا حكم ضيعت فرصة ذهبية ارتامي ارتامي سبشن من تخلص من تخلص راحت عليك راحت عليك يا مهند يا جمهور سمعت الهاشمي يا عين عليك يا عين عليك يا محمد تطور واحد مين طول لديه المزيد في جهر طول لديه المزيد ذرات ابنع بالزرات في قوة فتح عينك تاخذ الملبن هاي الملبن روح ولكن لو تكون على الفاضي لو تشوفها لأن ينال بطل الأردن لكن بين الدهر والفرد وجوهين وجوه المروة واحد مين عدسة عدسة تبت يا حدا راحت عليها يا محمد وبرضه أخرى وأخرى 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 ما محاول استسلام هل سيقطع الروح ويستسلم لقضائه المحكوم مع قبل أهلي وقبلش روحة أخرى شباب خيرنا يا شباب الصغار حبايبنا الغاليين شباب الامن بس طبعا الشباب الصغار طلعوا عليهم اي واحد يوقع بس يقول شيء مره ثانيه العب يا محمد شباب عيبوا عليك يا محمد رجعتك بعد ثلاث سنين على الفاضي
لكن وين موجود ولا مروح؟ الذي كان مزيد وعليه مزيد. قال ذلك: اوف سوبريكس.
كمان احمد كمان صابرز والله انا حاسس ان الروح في مرحله ضياع كبير لو انا كلامه فعلا من البيت الجمهور شكرا لصاحبي يا جمهور